السلام عليكم اخواتي اخواتاتي، معكم طنجاوي في برشلونة. اليوم جيناكم فلوج جديد، وهذا يكون اول فلوج ان شاء الله. المهم جبرتوني على الدواش وبدت ليا ونخرج نسالكم شوية في حومة ديالي، نوريكم بويبلو ديال بريميا دي مع المهم بقاو معايا وغادي نساليكم شوية. جبرتوني خارج من باب الدار، هي هادي باب الدار، هي هادي. ودابا نخرجو نشباسي من الزنقة، أو معنا وغادي تشوفو كلشي بعينيكم. حاول نقولو هي هادي الحومة، جبرتوني على الخروج غنمشي شي دورة هايدة في حومة هنايا، نوريكم الأجواء ديال الحومة ديالي. هذا باب برد هنايا. المهم اخوتي بقاو معايا ونوريكم طبيب الحومة والجامع. احنا قربنا طبيب ديال الحومة، اصلا قريب حدا الدار والجامع. المهم انا نقلب كاميرا ونوريكم الطبيب والجامع. هاهي واقيلا كتبان لكم لابيلانس، ها الطبيب فين هو؟ هو هدا، ها هو. هي هادي الباب ديالو، كاينة الباب هادي وكاينة الباب من اللور هاديك ديال المستعجلات. هادي المقابر ديالو من هنايا، عاد كان الإصلاحات كيعوضو التريطوار والتخربيق ديالو. عندي عاد جابو شي واحد وقيل انا مستعجل. والجامعة هو من السقف الطبيعي، وهيبقى معايا وهتشوفو حتى الجامع. يا دي الجامع، الجامع صافا اخوتي لاباس. المهم اخوتي انا في بارك ديال الجامع، هو بقاو معايا وغادي نشارككم شويه في الحومه ديالي ونوريكم الحومه مزيان. اخوتي جبرتوني كنت سار انا في الحومة، هادي واحد العمارة هنايا نزل الهاي كيف ما كتشوفو، ها الحديد اللوخون داخل. نتمنى تكون عندنا شي دار في هادي معاهم هنا. هاد الحومة هادي نزل الفلوس كيما كتعرفو، نتوما كتعرفو عاديك دابا هنايا كلشي كيوجد من راس العام، كلشي كيسكسف دابا الديار ديالهم، الديوان العالم تخربق كيما كتشوف اخوتي. احنا كنتسالو هنا في حومة دي فيلا، الناس فلوس نتوما عارفين. برسوني خروج كصعب لي برد، المود ديال البرد مقدرتش نستحمل ونرجع بحالي للدار، يعني برد بزاف. هاديك ملبسش شي مزيان، و هادشي اللي عندي ما نقول لكم حتى الصراحة، اصلا ما جبرتش ما نقول. جات حمرا ببرود. المهم اخوتي بقاو معايا وانا نزيد نوريكم الحومة ديالي مزيان، و بيس ليكم وشكرا بزاف. كنتمنى تضغط الزر لايك وتابونا، وعندك تنساو تابونا شي لاجبو فلوجي بارتاجيه.
وبيس اخوتي. نسيت ما قلت لكمش يا اخوتي بان هاد البويبلو هذا ما كيسكنوش فيها مغاربه بزاف حيتاش بعيد و كيسكنوا فيها بيخوس بزاف. اصلا انا كدبري شوار حيتاش هاد البويبلو هذا جا ما بين البحر والجبل، على يدك كيكون خاوي، على يدك انتما كتشوفوا الدنيا خاويه وساكته. جبرتوني في واحد البارك هنا يديك شي الالعاب احاتيشا ابلا. المهم اخوتي انتما كما كتشوفوا هذه هي الحومه ديالي، اذا كندوز النهار ديالي مره كنخرج مره لا، مع هاد البرد هذا ما عندك فين تخرج عندك فين تمشي. المهم من هنا من هاد الفيديو هذا بغيت نعمل واحد ديديكاس مخاي مهدي الطنجاوي وناصيرة، تا هما عندهم لاشين في اليوتيوب مهدي الطنجاوي راه بحال هادو تكونو كتعرفوه، وناصيرة كتمن رياكشن وكتمن تا فلوقات، لكن باقا عاد بدات هاد خيتي هادي باقا ان شاء الله مستقبل كبير قدامها. و السلام جبرتوني. المهم كيما كتشوفو هادي هي الحومة، هدا هو العالم، هذيك الغربة اسبانيا. المهم اخوتي بالنسبة للدراري اللي كتقول تجينا هنا وتخدم وتعمل وتفعل، نقول لكم من دابا الخاوة الخدمة هنايا ملي كتكون في المغرب يقولك الخدمة موجودة كلشي كاين كلشي، الحق ملي كتجينا هنا عاد كتعرف الحق داكشي هذا، ترى بأن هذيك اللي كيقول لك الخدمة كاينة وموجودة هي كيكذبو عليك، هما بيدو ما جوروهاش حتى راسهم. نهار اللي تجي وتعيط له تقول له انا جيت اقول لك صافي انا نتلاقاك كدا غادي، ملي تعاود تعيط له يقول لي ما يطفي لك التليفون ولا ما يجاوبش. وقعت واحد لي شهور ديالي جانا هنايا، كنت انا عاد في الايام الاولى باقي مع الخاوه والخاوه مجوج ما قدرتش نجيبها عندي للدار، كنت باقي ما كنعرفش بنادم لهذيك ما قدرتش ندخلو للدار عندي، وهذه هي المشكل. صراحة ثم كتعرف نسيت ما قلت لكم شي، هذيك راه هو بلاصتي قاف، شوف واش كيبان هذا راه هو، هذا راه كامبو دو برشلونة القديم اللي كانت كتدرب فيه، هو هذا الكامبو اللي كانت كتدرب فيه برشلونة شحال هادي. و انا هيك انا اصلا كل السبت والحد كيكونوا بارديدوس هنايا البطوله ديالهم هنايا، الدراري اللي باقي في السيكوندا اصلا هاد بويبلو اللي ساكن فيه انا كيبو ديالو باقي في السيكوندا. صراحه والله ما كنجبر ما نقول لكم اخوت، حيتاش اول فلوغ وباقي ما عارفش شنو كنقول وما عارفش شنو نقول لكم وشنو بغيتو باش نعاود لكم ونقول لكم. المهم اخوتي اللي شاف هاد الفلوغ هذا وعجبو وبغى يعرف شي حاجه بغى نفيدو شي حاجه اللي كنعرف فيها انا راه نفيدو ونعاونو نقول له شنو كاين. المهم اخوتي نكمل لكم على الخدمه، خدمة اخوتي الا ما كانتش عندكم معرفة هنايا راه ما تخدموش، خص ضروري يكون عندكم شي واحد معرفة هنايا يقدر يدبر لك الخدمة تشابيتو تمشي تخدم مرة مرة، وهادشي اللي كاين.
دابا انا كنت خدام واحد الشهر، كاينه الخدمه ولكن كاينه واحد الخدمه صعيبه، يعني الدراري ما يقدوش عليها. كتخدم في الغابه، تقي المشي في الغابه وتقطع في واحد الربع، وديك الربع قليل خصك تبقى تفتشي عليه، حتى الا جبرتي كتجبر دازو اللي قبل منك حرصو ديك الجهه حريت. هادشي اللي كاين الخوت. وبالنسبه انا قلت لكم لو بغيتو يعني بنادم يخدم ويهديك، يعني خصك يكون عندك معرفه ويبقى يديك من يكون تشابيتو هيدا، يبقى يديك معاه وشي حاجه بحال هيدا. وبالنسبه اللي باغيني يعدلوا الورق، اش هنقول لكم اخوتي، حاليا هما كيعطي واحد بياس هنايا، يعني ملي كتجيني هنا كضرب 6 شهور، خصك تكون عندك شهادة ضربة 6 شهور، شهادة السكنة. ديك الساعة كتمشي كتدفع هنا في برشلونة، هادي عطاوها من برشلونة، كتمشي كتدفع شني كيسميوها، كتدفع واحد لاكارت كيعطيوها لك باش كتصلي، يعني كيعطيوك الحق تبقى هنايا في برشلونة. يعني بديك لا كارت هذيك يمكن لك تبقى هنايا في برشلونة، ماشي هي برشلونة، يمكن لك تمشي لأي قناة في اسبانيا وما يدار معك حد، ما يرجعوكش المغرب واخا يشبروك بوليس، ولكن ما يمكن لكش ديك لا كارت تمشي بيها المغرب ولا تسافر بيها لشي دولة أخرى برا اسبانيا. مثلا لو بغيتي تمشي لفرنسا ولا بلجيكا، ولا عندك الحق تبقى في الأراضي الإسبانية. المهم اخوتي بقاو معايا وغادي نكملكم فلوج ونزيد نساليكم شي شويه في هنايا في الحومه ديالي. يلا بقاو معايا متبعين اخوتي. بالنسبه لهذوك اللي كيقول لك اسبانيا هنايا، مثلا جروح حاشاكم لا عملك، يعني لقد الحاجه ديالو هنايا كيجي كيهز تا 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 شي، ما كاين والو من داكشي، كامل كاكا ديالو كيجي وشني كامل كيهز الشبر ورقه الشجره هما هنايا الورقه هما هنا طيح مشاترين كيشبرها كيغطي ديك ما عم نقول لكم الاسم ديالها هاكا منين كتعرفوها. او كيمشي ها هي مثلا ها شاه كيخليوها هنايا حتى كتبس. او بالنسبه للزبال وديك الشيء كيقول لك ما كايناش الزبال، ما زبال عندهم هنا. المهم اخوتي فلوك كان هو هذا، جبرتوني نمشي للدار حتى شت كراسي ببرد وبرد على الشجر يبسو ببرد، جبرتوني نمشي للدار دابا دوغ يعني هاي من رجلي كوسانتا شي جوار ثاني نمشي للدار نزيد نلبس لي راه برت كلاسيت. المهم اخوتي شكرا، بيس، ولي عجبو الفيديو بارطاجي وما تنساوش لايك وضغطو سبسكرايب باش دعموني. يلا اخوتي السلام عليكم.